بس يا حبيبي. حصل ايه؟ لا لا قرب يهدى مش كده؟ شوية أمك هتحايله لغاية ما ينام. كويس، وأنا بكرة الصبح هاخده معايا الورشة والهيئة. الواد مش صغير أبو علي، هتبقى صعبة في أولها. بس أنت عارف أنا كنت ناوي أعمل إيه؟ أنا كنت بفكر بجد أسافر البلد اللي أمه فيها أرجعه معايا، يعني أنا مش معقول كنت هسيبه يتربى في الغربة ولا يكبر بعيد عني. أنا فاهم أبو علي، بس بالطريقة دي أكنك خطفته من أمه. انا كان في ايدي ايه بس عملوها حسني؟ يعني ما دام عرفنا ان الواد هنا كنا خدناهم بالسياسه وتفهمنا لغايه ما الاجازه تقرب تخلص. ما ينفعش، ده الست سامحه هانم هي اللي كانت عايزه تخدرنا وتنيمنا. هي قالت احنا اكيد هنعرف انها في مصر في اجازه، خافت اجري انا بقى اخد الواد بالقانون وامنعه من السفر. قالت لي روح يا بت خدي الواد ايمن وروح الحسن اربطي دماغه نايميه في العسل وهوب فجأة تاخده وتسافر بيه تاني. حبت تحفر لي حفرة تصطادني وقعت هي. الحمد لله نام، بس بعد ما انا هقلبي انت بدخل اغير هدومي وكنت انا يو يا حسني اتلهينا في ايمن وامه. فين الحضن بتاعي يا ولد؟ صحيح يا ام حسن وحشتيني. لا وهم عايز تنزل، مفيش نزول بقى، انت وحشتني وعايز اشبع منك. هتشبعي منه لما تزاقي، خلاص راحوا من الجيش. والنبي ايه؟ يا الف نهار ابيض. يبقى تسيبيني اشوف الناس. ناس مين يا ولا؟ اذا كانوا لابد لازم تنزل يبقى تروح لخالتك زينب. صفاء لسه سالاني عليك النهارده. امال ان شاء الله. الواد ده لهجته مش عجباني، ولعلمك بقى انا عارفه هو رايح فين. ابنك مش صغير يا ام حسن، سيبيه منه لنفسه، وبعدين ما تلحيش عليه كتير في موضوع صفاء ده، والا هيعند وهيزهد اكتر. يعني اسيبه يروح لاخوات عدوله؟ سبحان الله، وهما مالهم اخوات عدوله يا اما؟ الله في سماه ما يحصل. خلاص خلاص سيبنا من الموضوع ده دلوقتي، خلينا في المهم. الواد ايمن جاي دلوقتي بالهدوم اللي عليه، ومش معقول هنروح لامه ونقول لها ادينا هدومه. طبعا يا حسن، انا بكره اروح بنزوين اللي في شارع الازهر اجيب له كل اللي يلزمه. هو ده اللي انا عايزه. بسم الله الرحمن الرحيم. خد يا امه، انا عايزك تهيئي على الاخر. ايه دول؟ انت اتحينت؟ الحمد لله، النهارده جه الزبون بتاع اسكندريه شال ودفع. طب لايمني لايمني على الفلوس دي كلها. كلها ايه؟ انت هتقلبيني يا امه. استني، ده انا ورايا ديون متلتله لازم تندفع. وراك ديون ولا وراك القهوه؟